في الفيلم ديالي سميتو أبديلينيو، القصة ديال واحد الشاب مغربي عايش في أزمور كيموت على الثقافة البرازيلية، كيهضر برازيلي، كيلبس ملابس برازيليين، وكيبغي واحد البطلة ديال واحد المسلسل برازيلية سميتها ماريا وبغى يجوج معها. الممثل كاين ممثلين كبار بحال سعيد باي ولا بحال زور سليماني ولا علي سليمان، كنعرفهم من شحال هادي وبغيت نخدم مع داك الممثلين. وكاين ممثلين اخرين بحال البطل ديال الفيلم عبد الرحيم تميمي اللي مع عمر ما تلاقيت معاه، ودرنا كاستينغ وجا واعر، دونك فرحت باسكو كاين مخلطه بين ما لي زاكتور كونفيرمي بحال ناجم من المغرب ومام طون فيها الشباب ودي ديكوفيرت، دونك عندي الزهر حيت كان عندي واحد كاستينغ زوين. كاين بزاف ديال المواضيع في الفيلم، مواضيع في الفيلم، ولكن كاين الحب، كنهضر بزاف على الحب حيت البطل كيبغي واحد المسلسل، واحد البطله ديال أبديلينيو كيبغي واحد البطله ديال واحد المسلسل وبغى يتزوج معاه، دونك معلوم كاين الحب. اي اون بلوس اون ميم طون في نفس الوقت كنقول للناس في المغرب ما خصكش تكون نيكمون في النحن، كاين اوسي الانا، كاين واخا كاين في ماشي مشكله كتكون اختلاف في المغرب لما الناس نقدر نكونوا عايشين في نفس المجتمع واخا تكون اختلاف، عندك الحق باش تكون عندك لي شوفو روز، عندك الحق باش تقول اللي بغيتي تقول، فوالا. دونك في الاخر كنقول للناس كون شكون باغي تكون باش تكون حر. الدور ديالي هو الدور ديال موكا، لو بيرسوناج موكا في الفيلم أبديلينيو ديال هشام عيوش، اللي قلتها واللي غنعاودها عاوتاني بان اولا فاش عيط لي هشام عيوش جي ادوري لو سيناريو، لحقاش تيدينا لواحد العالم شويه عجيب فانتازماتيك، فيه داك لافولي ديال هشام عيوش، فيه داك الحماق ديالو، الحماق بلو كوتي بوزيتيف باش يتفهم مزيان بان في الحماق في لو كوتي بوزيتيف. لو سيناريو اللي بيان ايكري، لو بيرسوناج ديالي اللي عجبني فيه ان الي ان بو ديكالي، فيه ديك لاتوش كوميك اللي ما كناش نقلبوا عليها ولكن كاينه اللي كانت وخرجات في لو فيلم. فيه تيجمع بواحد بوكو جينيراسيون، الجينيراسيون القديمه ودي جون اللي كاينين اللي تنتمنى لهم مسيره موفقه انطلاقا من هذا الفيلم. لو بيرسوناج ديالي هو صديق ديال أبديلينيو، واحد السيد اللي فيه يمكن الكذوب بزاف، فيه حتى هو يمكن تيقلب على ان فغي امور هو اللي تيخليه في المسيره ديال الفيلم تيقلب على اون ايدونتيتي وتيقلب على ان فغي امور. ما كاين حتى شي نقطه اشتراك، هذاك الدور موكا بوحدو وسعيد باي بوحدو، تنظن بان الا كنت غنادي غير الدور اللي تيشبهني وهذا فين هو المجهود ديالي؟ يعني ما لا داعي باش نقبل شي بروجي الا كان فيه شي بيرسوناج تيشبهني. صوب لك انا اللي غنلعب السيره الذاتيه ديالي يمكن في واحد الوقت ما عرفت وهي صعيبه. فيلم أبديلينيو هو فيلم المخرج هشام عيوش، فيلم سينما اللي اليوم حنايا جينا باش نقدموا لافون بروميير ديالو، وانا سعيده بالمشاركه ديالي في الفيلم لان يعني الدور ديالي هو كنحس بانه مختلف، يعني لا من ناحيه الشكل ولا من ناحيه يعني المضمون، فنبغي الناس تخرجوا تشوفوا الفيلم وديك الساعه نقدروا نتناقشوا عليه. فيلم هو كوميدي ولكن يعني فيلم كوميدي ولكن اون باس بوكو دو ميساج اترافير، وكيعالج بزاف ديال القضايا. فيلم حالم، فيه بزاف ديال يعني كاينين شي حوايجات اللي فيه يعني ربما اللي غريبين، لان هشام عيوش معروف باللمسه ديالو اللي كي ان بو ديكالي، فالفيلم فيه شي تخوك ديكالي ولكن فيه شي حوايج، فيه بزاف ديال الفرحه وفيه سامبا، فيه الضحك، فيه الحب، فيه بزاف ديال الحوايج. ايضا كاينه معالجه ديال واحد الموضوع يعني اللي هو ربما ولا متداول بزاف، هو الناس اللي كيتاجروا في الدين يعني يعني لصالح المصالح ديالهم الشخصيه. فوالا الفيلم ان شاء الله ابارتير دو دوما يعني لو 12 ان شاء الله غيكون في قاعه السينمائيه في المغرب كامل. فوالا كنقول الناس يجيو يتفرجوا. الشخصيه ديالي شخصيه ملكه، هي واحد يعني البغا دغوا ديال واحد الشخص اللي هو داعيه اسلامي وعنده واحد برنامج ديني، يعني هو ولكن يعني ماشي يعني داكشي اللي كنشوف كما قلت يعني في متجاره بالدين وهذا من اجل المصالح الشخصيه. فهي واحد السيده اللي ما تضحكش، واحد السيده اللي هي زعما عندها واحد الولاء لهذاك الشخص، كنتكلم بلهجه مصريه ومحجبه، فكنت قلت لك هذه شي حاجه اللي جديده عليا. ففوالا كنتمنى انني كنت وفقت. هو في الاول كان يعني كان الدور مكتوب بالعربيه الفصحى، فجاني نقاش مع المخرج وليكيب، فقلنا غادي بما ان يعني الشخص يعني هو يعني داك الداعيه الاسلامي هو يعني هو فلسطيني، فاختار انه غادي يتكلم بلهجه مصريه يعني باش تكون واحد اللهجه اللي كيفهمها كل شيء. فقلنا غادي نجربوا يعني الدارجه المغربيه يعني المصريه، غادي نحاول الى قدرت زعما نعطي فيها مزيان، سورتو انني يعني فايت لي اشتغلت يعني تكلمت اشتغلت باللهجه المصريه ولكن شحال هذه فريمون. فدرنا دي تيست والمخرج وليكيب شفنا بان يعني بانني كنت موافقه، فاختارنا بانها تكون اللهجه المصريه. بونجي يا أبديلينيو، انا عزيز عليا ماريا. بونجي يا مي امور.
ما كاينش شي وحده اخرى من غير مالك. مع الشيطان اللي بحال على الصباح ضارب الخبز والقرقوبي.